احتضنت القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي مولاي عبد الله بمدينة الرباط دائما منافسات النسخة 12 لكأس محمد السادس الدولية للكاراتي، حيث حافظ المنتخب المغربي على لقبه للمرة السادسة على التوالي. خالد الرغوت. عن جدارة واستحقاق عاد لقب النسخة 12 لكأس الملك محمد السادس الدولية للكاراتيه للمنتخب المغربي ليحافظ بذلك على لقبه للمرة الثامنة والسادسة على التوالي في منافسات هذه التظاهرة الرياضية. المغرب حافظت على كأس محمد السادس وأيضا إن شاء الله ما غتكونش هذه آخر ميدالية ذهبية في البريمير ليج، إن شاء الله غيكونوا ميداليات ذهبية في البريمير ليج وإن شاء الله ذهبية بطولة العالم للكبار في لينز إن شاء الله. وكانت بطولة جد قوية ولعبت مع أبطال لهم مستوى عالي بزاف والحمد لله فرحانة على النتيجة وهذه محطة استعدادات لبطولة العالم الجاية. وعلى امتداد 3 أيام عرفت منافسات كأس الملك محمد السادس الدولية للكاراتيه مشاركة 300 ممارس وممارسة يمثلون 39 بلدا رائدا في هذا النوع الرياضي. وتميزت هذه الدورة الدولية بانضمام هذه السنة إلى العصبة الذهبية التابعة للاتحاد الدولي للكاراتيه والتي تضم 11 محطة دولية، الشيء الذي جعل منها إحدى الملتقيات الهامة التي تمكن الأبطال المشاركين من كسب نقاط إضافية لتحسين ترتيبهم الدولي. وقد عرفت مختلف المباريات سواء في صنف الكاتا أو التباري مستوى تقني جيد ترجمه تفوق المنتخب المغربي الذي تمكن من حصد 28 ميدالية منها 6 ذهبيات 5 فضيات و17 ميدالية برونزية. بالنسبة لهذه الدورة دورة ناجحة 100% المتوقع منها وصلنا له بحيث النتائج كانت إيجابية وكنا على يقين بأن النتائج من خلال النتائج السابقة اللي حصل على الفريق الوطني على الصعيد الدولي في شرم الشيخ وفي ألمانيا. بلا شك مستقبل واعد ينتظر رياضة الكاراتيه المغربي من خلال الاعتماد على منتخب شاب له من المؤهلات لكي يكون رائدا على الصعيد القاري والعربي.